سيد تهامي، سمعت أكيد الآراء الكل. أصدقائي، رحم الله شهداءنا، الله يرحمهم وينعمهم. أتوجه للشعب التونسي بقولي التالي: يا بلدي الطيبة، يا بلدي، يا وجع الثورة ويا وجعنا، جنودنا البواسل كالطير يذبحون، مناضلون بالرصاص يقتلون، مناضلون في الطرقات يسحلون. ماذا بقي من الآثام ومن الكبائر لم يرتكبها الإخوان في تونس؟ ألا تب ما فعلت أيديهم؟ ألا تب ما فعلت أيديهم؟ سيدي الكريم، كلنا فداء لتونس، وعلينا أن نحدد العدو وذيول العدو. رئيس الجمهورية قبل لحظات كنت أستمع إليه، ألا تب ما قال؟ لماذا؟ لأنه قال يدعو الشعب التونسي إلى أن يتحد من أجل القضاء على الإرهاب. هذا منطق سليم لا شك فيه وليس حوله خلاف، لكن كيف نتحد والقاتل فينا والقاتل بين ظهرانينا؟ كيف نتحد والطابور الخامس فينا؟ وأحدده وأعينه هو الجناح المتشدد من حركة النهضة. المسؤولية ليست جنائية والمسؤولية ليست قانونية، ولكن حينما يصل التحريض السياسي إلى أقصاه فإن المجموعات الإرهابية المرتبطة بهم بشكل أو بآخر تنفذ ما أشاروا إليه. رئيس الحكومة اليوم، حينما رئيس الحكومة يمكن أن نسميه السيد علي هتلر، تذكروا تلك كيف كانت إشارة هتلر، تذكروا خطاب بن علي، وسأحيلكم فيما بعد إلى ما قاله رجل غنوشي في ذلك الفيديو الخطير الذي سرب، سنجده اليوم يطبق بيننا. من الإرهابي الذي يجب أن نحدده؟ أو في أقصى الأحوال كيف يمكن أن نتعامل معهم؟ شوف، عز عليهم أن يتركوا كرسي السلطة، عز عليهم أن يحلوا الحكومة، فإذا بهم اليوم بعد نهاية خطاب رئيس الحكومة مباشرة تعطى الإشارة ويقتل ويذبح جنودنا البواسل. ماذا ينتظرون منا؟ هل تريدون منا أن نكون عقلاء؟ ليس بإمكاننا. من أعطى الإشارة؟ أعطى، يكفي أن تستمع إلى خطابه وإشارات اليد لتفهم أن هناك إشارة. حتى إن لم يكن يقصد ذلك، فإن العدو المتربص بك يفهم منك الإشارة وينفذ. هكذا هو العمل السياسي، وهكذا هي جماعات الإخوان المسلمين، وهكذا هم الجماعات الإرهابية المرتبطة. أنا لا أميز كثيرا، لا أميز بينهم جميعا. في كل تيار إسلاموي هناك متشدد، وهناك من يحاول أن يضفي صبغة الشرعية على المتشددين. شوف، نحن كنا في الحكومة ونعرف ماذا كان يحصل بالتحديد. كانت فرانس 24 والاتحاد الأوروبي يعلمنا ويقول لنا إليا ثم دي كامب دونترينمون في كل تونس، في الجنوب التونسي في جبل الشعامبي، وكان رئيس وكان وزير الداخليه الحالي كان يكذب وكان يقول هذا غير موجود ولكن ذاك موجود. طيب، نحن نفهم انك كنت مجموعه الدرب، نفهم انك قلت هذا حفاظا على السلم، ولكن ماذا فعلتم؟ تغلغلتم في اجهزه وزاره الداخليه، خلقتم جهازا اخر يوازي الموجود، وهم الذين ضربوا البارحة وقبل البارحة. نذكر بشيء آخر، رمضان الماضي كنا نمشي في شوارع، في شارع اللي بجنب اسفالت فرنسا في رمضان، تشوف سيارات الشرطة شكون فيها؟ سي فوزي، كانت ناس تلبس التونيو متاع وزارة الداخلية ولكن بالعصي متاع المسح والبيل. هل رأيتم أمنا جمهوريا يتصرف بهذا؟ هل رأيتم جمهور أمنا جمهوريا ما عنده سلاح، عنده عصيش؟ معنى هذه تلك الميليشيات، تلك هي الميليشيات التي كانت تقود تونس. أنا لا أحمل المسؤولية الجنائية والقانونية، ولكن أحملهم المسؤولية السياسية. عز، اتركوا، ارحلوا، اغربوا عن وجوهنا. تونس الآن لا تحتاج إلى المتشددين منكم، بل تحتاج إلى العقلاء منكم.